السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مكملين كلام في كورس الويندوز سيرفر 2019. كنا اتكلمنا في الحلقة اللي فاتت عن اليوزر اكونت، وعرفنا الاكونت بتاع اليوزر ايه الحاجات اللي انا كادمنستريتور المفروض انفذها فيها، والحاجات اللي معظم الشركات بتنفذها ايه هي. طيب النهاردة برضو هنكمل كلامنا عن اليوزر اللي اسمه خالد. هنخش جوه اليوزر كده ونشوف المره اللي فاتت اتكلمنا في ايه. اتكلمنا في الاكونت وعرفنا كل حاجه في الاكونت. النهارده ان شاء الله نتكلم في البروفايل. باي ديفولت يا جماعه اي يوزر بيكريت له بروفايل بيكون لوكال بروفايل على الماشين اللي هو قاعد عليها. يعني ايه؟ يعني انا دلوقتي كيوزر، اليوزر اللي اسمه خالد ده هو عمل لوجن على اني ماشين، على الماشين اللي اسمها او على الكمبيوتر اللي اسمه كلاينت. الراجل اللي اسمه خالد هنا ده لما جه عمل لوجن باليوزر بتاعه، فتح اليوزر بتاعه على اني جهاز، على الجهاز اللي اسمه كلاينت. طيب نفترض ان انا كان عندي كلاينت 2 وكلاينت 3 وكلاينت 4، كان عندي اكتر من جهاز كمبيوتر. يعني هل البروفايل بتاع اليوزر اللي اسمه خالد ده لما جه دخل بالبروفايل بتاعه ورحب باليوزر كده اول مره وبتاع، قال له هلو الكلام اللي شفناه دوت، هل اليوزر بقى اللي اسمه خالد ده لما دخل بالبروفايل بتاعه بقى البروفايل بتاعه موجود على كل الكمبيوترات اللي في الشركه؟ اكيد لا. ليه؟ لان هو باي ديفولت بيكون البروفايل بتاع اليوزر هو لوكال بروفايل. يعني ايه لوكال بروفايل؟ يعني البروفايل بتاع اليوزر موجود على المكنه اللي هو قاعد عليها فقط. طيب ده معناه يا باشمهندس ان البروفايل بتاع جهازي او البروفايل بتاعي كيوزر مش موجود عند حضرتك في السيرفر او الويندوز سيرفر بتاعك. هقول لك مش موجود باي ديفولت. طب ليه يا باشمهندس؟ انا راجل بحب اتنطط من هنا لهنا زي ما انت قلت لي في الفيديو اللي فات، انا عامل زي الارجوز، عمال اروح للجهاز ده افتح اليوزر بتاعي عليه والجهاز ده، وانت ما شاء الله فتح لي ان انا اخش على كل الاجهزه اعمل لوجن عادي يعني والدنيا بيس. طيب انت حضرتك انا فاتح لك كل الاجهزه تقعد عليها، بس البروفايل بتاعك مش هتلاقيه موجود على كل الاجهزه. البروفايل بتاعك موجود على الجهاز اللي اسمه كلاينت فقط. تمام؟ ده ليه؟ ده عشان انت اللوكال بروفايل. طيب انا يا باشمهندس عندي في الشركه الناس بتوع السيلز مش متثبت لهم جهاز معين يقعد عليه، لا ده فلان جه لا الجهاز بتاعه حد تاني قاعد عليه فهيلوجن على الجهاز التاني. ليه؟ لان السيلز طبعا معظمهم بيبقوا نظام شيفتين، شيفت صباحا وشيفت مساء، فالراجل بتاع الصبح جه لا الجهاز اللي قاعد عليه امبارح جه مش فاضي فهيقعد على الجهاز اللي جنبه. ونفس الكلام بتاع الراجل اللي شغال مساء جه لقى الجهاز بتاع امبارح مش فاضي فقعد على الجهاز اللي جنبه. فمعنى كده ان مش منطقي ان انا كراجل ادمنستريتور اروح بقى كريت له الميل بتاعه على الجهاز وكريت له البروفايل بتاعه من جديد ومش عارف ايه، وهو يحط فولدرات وفايلز ويقعد بقى ايه كل الحاجات اللي عملها لو راح على اي جهاز تاني مش هيلاقيها. طيب في الحاله دي عشان نحل المشكله دي لازم نعمل رومينج بروفايل. يعني ايه رومينج بروفايل؟ انت لو دخلت هنا جوه البروفايل هتلاحظ ان في حاجه اسمها عندك في حاجه اسمها بروفايل باس. طيب رومينج بروفايل يعني البروفايل بتاع اليوزر مش هيبقى موجود على الماشين بتاعته اللي هو قاعد عليها، لا ده هيبقى موجود عند مين؟ عند السيرفر. فبالتالي اليوزر لو راح فتح على جهاز اكس هيلاقي الداتا بتاعته، هيلاقي البروفايل بتاعه عفوا. لو فتح على جهاز واي هيلاقي البروفايل بتاعه، لو فتح على جهاز زد هيلاقي البروفايل بتاعه. اذا اي جهاز هيقعد عليه اليوزر هيلاقي البروفايل بتاعه موجود، لان البروفايل بتاعه موجود عند مين؟ عند السيرفر. فبالتالي اي ابديت اليوزر هيعمله هيسمع عند مين؟ عند السيرفر. طيب ازاي ننفذ قصه الرومنج بروفايل دي يا باشمهندس؟ هنا لو لاحظت هتلاقي عندك بروفايل باس، انا بحط له هنا باس بتاع فولدر انا عامل له شير عشان خاطر الناس تقدر تاكسس الفولدر ده وتحط عليه الرومنج البروفايل بتاعه. طيب طبعا عشان تعمل الكلام ده هتيجي عندك هنا على الويندوز بتاعك او الويندوز سيرفر بتاعك، هتخش مثلا على اي بارتيشن فاضي عندك. هنا البارتيشن زي هو اللي فاضي، فهعمل مثلا نيو فولدر، فولدر جديد اسمه ايه؟ يوزر بروفايل.
ده البروفايل بتاع كل اليوزر اللي عندي في الشركه اللي هعمل لهم رومينج فقط. يعني اي حد مش معمول له رومينج بروفايل هتلاقي اليوزر بتاعه ايه او البروفايل بتاعه مش موجود هنا، لكن اي حد معمول له رومينج بروفايل هتلاقي اليوزر بتاعه موجود هنا. طيب انا دلوقتي عملت اي اسم عادي انت سميه زي ما انت عاوز، انا سميته يوزر بروفايل، ثواني كده ادي يوزر بروفايل تمام. هاجي دلوقتي هعمل رايت كليك وهعمل شير للفولدر اللي انا عملته ده. طبعا ان شاء الله نتكلم عن الشير والبرميشن والكلام ده كله، بس دلوقتي لو لاحظت هتلاقي في عندك حاجه اسمها نتورك باس مش موجود. طب انا لو عايز اظهر النتورك باس ده فهاجي هنا على ادفانسد شير وهقول له شير ذيس فولدر، وهتلاحظ هنا في عندك برميشن، هقول له هاجي هنا في البرميشن فور ايفري ون وادي له فول كنترول ابلاي. اوكي ادي النتورك باس طلع لي الباس بتاعه اهو تمام. دلوقتي الباس ده حضرتك هتاخده كوبي، هنتكلم ان شاء الله على قصه الشيرنج دي بعدين، بس احنا دلوقتي عايزين نعمل رومينج بروفايل لليوزر اللي اسمه خالد، بحيث ان خالد ده بيتنطط من جهاز لجهاز، فانا عايز اعمل له ايه رومينج بروفايل بحيث يلاقي البروفايل بتاعه متكريت على كل الاجهزه اللي هو هيخش عليها. انت دلوقتي حطيت النتورك باس بتاعك هنا بيست اهو اللي هو اسمه باك سلاش باك سلاش دي سي باك سلاش يوزر بروفايل. طيب كل اللي عليك هنا عشان تتاكد ان شغلك صح هتقول له باك سلاش، هتعمل له برسنتج اللي هي علامه في المية 100% تمام، وهتقول له يوزر نيم جنب بعض ثم برسنتج وتقول له ابلاي. بص انا ما كتبتش خالد، هو اوتوماتيك لاحظ ان اليوزر اللي انا واقف عليه هو خالد، وبالتالي هو اللي بنفذ عليه القصه بتاعه الشيرنج، فبالتالي قلب لي قصه اليوزر نيم الى خالد. ده معناه يا جماعه ان انا شغلي تمام مظبوط وما فيهوش اي مشكله. هقول له اوكي تمام. كده انا عملت رومينج بروفايل لليوزر اللي اسمه مين؟ خالد. فبالتالي خالد ده لما يجي يعمل لوجن على اي مكنه، دلوقتي انا هعمل لوجن على ايه؟ على المكنه اللي اسمها كلاينت تمام. قبل ما نعمل لوجن انا لو دخلت على الفولدر اللي كريته على الويند سيرفر عندي اليوزر بروفايل، مش هلاقي اي يوزر بروفايل متكريت، مش هلاقي اي يوزر يعني متكريت للبروفايل بتاعه هنا. طيب تعالى مجرد ما نعمل لوجن كده بالبروفايل بتاع خالد ده نشوف البروفايل بتاعه هيترمي عند السيرفر ولا لا. انا دلوقتي ببتدي اعمل لوجن، فبالتالي البروفايل بتاعي هيكون متسجل عند مين؟ هيبتدي بقى يتحط البروفايل بتاعي عند السيرفر، فبالتالي اي جهاز اروح اقعد عليه هلاقي الداتا اللي انا عاملها موجوده هي على اي جهاز تاني. ليه؟ لان الداتا بتاعتي بقت موجوده عند مين؟ او البروفايل بتاعي عفوا موجود عند مين؟ عند السيرفر. طيب تعالوا كده نروح بقى للفولدر اللي احنا مسميينه يوزر بروفايلز، هنشوف اليوزر اللي اسمه خالد ده كريت لنفسه بروفايل جوه اليوزر بروفايل ولا لا. ما سمعش. طيب تعالوا نتاكد نشوف اليوزر اللي عندي ده اصبح رومينج بروفايل ولا لا. هعمل ايه؟ هخش هنا على بروبيرتس. احنا دلوقتي عايزين نتاكد هو الفولدر ما سمعش معايا هنا على السيرفر، فعايزين نتاكد الراجل ده بقى رومينج بروفايل ولا لا. هتيجي هنا على ادفانسد سيستم سيتنج، هيطلب منك ايه اليوزر نيم بتاع الادمنستريتور والباسورد او الباسورد بتاع الادمنستريتور. طيب هو طالب مني اليوزر نيم والباسورد عشان خاطر مش منطقي ان اليوزر يفتح الكلام ده، فاجي هنا اقول له ادمنستريتور والباسورد بتاعت الادمنستريتور. احنا دلوقتي عايزين يا باشمهندسين نتاكد ان الراجل ده اصبح رومينج بروفايل ولا لسه لوكال بروفايل. هتلاحظ هنا اليوزر بروفايل، هتخش على السيتنج
ادي اليوزر اللي اسمه خالد الستيتس لوكال، اذا الراجل ده ما سمعش معايا يعني لسه ما بقاش رومينج بروفايل. فتعالى نعمل كده جي بي ابديت سلاش فورس زي ما اتعلمنا. احنا بنعمل ترابل شوت عشان خاطر الايه الابديت اللي حصل على الويندوز سيرفر يسمع معانا هنا، تمام. طيب علشان يسمع معانا الكلام ده تعالى نجرب نعمل ريستارت. في الفيم وير الدنيا بتبقى تقيلة معاك شوية على ما بتسمع، لكن في الحياة العملية او في الريل انفايرومنت بتلاقي الكلام ده بيسمع معاك بسرعة. احنا دلوقتي بنتكلم يا جماعة كل شغلنا النهاردة عن الرومينج بروفايل. باي ديفولت زي ما اتفقنا ان اي يوزر البروفايل بتاعه بيكون لوكال على الجهاز اللي هو قاعد عليه. طيب انا عندي موظفين بتتنقل من جهاز لجهاز، فبالتالي هعمل لهم رومينج بروفايل بحيث ان البروفايل بتاعهم يكون متكريت عند مين؟ عند السيرفر، ما يبقاش لوكال على الماشين اللي اليوزر قاعد عليها. احنا طبعا اتأكدنا من اليوزر، دخلنا علشان نتأكد نشوف اليوزر البروفايل بتاعه هو لوكال لسه على الجهاز ولا اصبح رومينج بروفايل. طلع لسه زي ما هو لوكال بروفايل، فبالتالي عملنا ريستارت للجهاز علشان خاطر يسمع البوليسي اللي احنا نفذناها وطبقناها على اليوزر اللي عملناه على الويندوز سيرفر، او الابديت اللي عملناه على البروفايل بتاع اليوزر اللي موجود عند السيرفر. فتعالوا كده نتأكد من كلامنا برضو. ادي tools users and computers، هخش هنا في اليوزرز هجيب اليوزر اللي اسمه خالد واخش جوه البروفايل بتاعه واشوف النتورك باث موجود ولا لا. بالفعل اه موجود اهو، والشير موجود، تمام. فهروح دلوقتي هتأكد اشوف الراجل ده اصبح البروفايل بتاعه رومينج بروفايل ولا لسه ستيل لحد الان لوكال بروفايل. فتعالوا احنا زي ما قلنا عشان تتأكد من الكلام ده هتيجي هنا بروبيرتس، ادفانسد سيستم سيتنج، هيطلب مني زي ما اتفقنا اليوزر نيم بتاع الادمنستريتور، هقول له ادمنستريتور والباسورد بتاعتنا. هتيجي هنا في اليوزر بروفايل هتقول له سيتنج. اوه ادي اليوزر اللي اسمه خالد الطيب بتاعه رومينج والستيتس رومينج، اذا الراجل ده اصبح رومينج بروفايل. طب يا باشمهندس انا مش مصدقك، انا عايز اتاكد، عايز اشوف بقى الفولدر اللي حضرتك كريتته على الويندوز سيرفر البروفايل بتاعه، او الفولدر اليوزر بروفايل الفولدر اللي انت عملته اتحط جواه البروفايل بتاع اليوزر ولا لا. بالفعل موجود قدامنا هو من غير ما اعمل اي حاجه. تعالى نرجع تاني عشان نصدق الكلام بتاعنا. هخش هنا جوه البارتيشن، ادي اليوزر بروفايل الفولدر اللي احنا كريتناه حط جواه البروفايل بتاع مين؟ بتاع اليوزر اللي اسمه خالد. بص بيقول لي يو دونت كرنتلي هاف بيرميشن تو اكسس ذيس فولدر، يعني انا ما عنديش بيرميشن ان اكسس البروفايل بتاع خالد، بتاع اليوزر اللي اسمه خالد، تمام. اوكي طيب، في دلوقتي ملحوظة مهمة جدا جدا جدا. أنا دلوقتي يا باشمهندسين عملت رومينج بروفايل، يعني إيه؟ يعني نقلت البروفايل بتاع اليوزر اللي اسمه خالد ده عند مين؟ عند السيرفر. طب نفترض إن كان خالد ده حاطط في البروفايل بتاعه هنا فولدرات وفايلات وصور ومش عارف إيه، وحاطط حاجات كتير كده. هل مجرد ما عملت رومينج بروفايل هينقل الحاجات اللي كانت موجوده قبل كده؟ لا،
هو هياخد اي ابديت هيحصل بعد كده هيسمع على السيرفر على طول. طيب القديم ده هعمل فيه ايه؟ المفروض حضرتك قبل ما كنت تنقله لرومينج بروفايل كنت الاول تنقل الحاجات اللي عنده على مين؟ على السيرفر. فهتخش هنا تاني على ادمنستريتور، تكتب الباسورد بتاعت الادمنستريتور. حضرتك هتخش هنا تمام، شايف اليوزر بروفايل، هتقول له السيتنج، في عندك كوبي تو، ادي الفولدر بتاعي او البروفايل بتاع اليوزر. كوبي تو دي يعني ايه؟ يعني خد نسخه لمين بقى؟ هتبعتها لمين؟ هبعتها للسيرفر هناك، فهعمل براوز على السيرفر تمام. بس الكلام ده طبعا كان المفروض يتعمل قبل ما اخلي الراجل ده رومينج بروفايل، كان المفروض يتعمل وهو لسه لوكال تمام. طيب معنى ان انت بتقول له كوبي تو وتختار تبراوز المكان اللي هتحط على السيرفر عندك، الادمنستريتور اللي هيعمل الكلام ده طبعا، فمجرد ما يختار المكان اللي هيتحط فيه الداتا بتاعه اليوزر ده او البروفايل بتاع اليوزر، هتلاقي كل حاجه اتنقلت، البروفايل اللي كان موجود بالحاجه القديمه اتنقلت عند مين؟ عند السيرفر تمام. بس هو ده موضوع النهارده يا شباب، اللي هو الرومينج بروفايل. كده خليت اليوزر اللي اسمه خالد يقدر يتنقل على اي جهاز يا باشا، وهتلاقي البروفايل بتاعه موجود عندي على السيرفر اهو، ما فيش اي مشكله. مش لسه هيفتح من اي جهاز تاني يرحب بيه لاول مره، هلو هاي هاو ار يو الكلام ده كله، لا، هو مجرد ما يخش يدخل اليوزر نيم والباسورد على اي جهاز، هو السيرفر عارف ان اليوزر ده موجود عندي، فخلاص يا باشا خش على طول وهتلاقي الداتا بتاعتك موجوده تمام. ده بالنسبه للبروفايل بتاع اليوزر. طيب في الفيديو بقى اللي جاي هنتكلم عن حاجه اسمها هوم فولدر تمام. احنا هنا كان الرومينج بروفايل بحط الباث بتاع الفولدر اللي حطه على السيرفر، وبطبق الكلام ده على اليوزر نفسه، بحط هنا اليوزر نيم برسنتج، وبيجيب لي هو اوتوماتيك اليوزر اللي انا واقف عليه. طيب الفيديو اللي جاي هنتكلم فيه الهوم فولدر. بكده نكون انتهينا من حلقة النهاردة، وما تنسوش يا جماعة كالعادة تدعمونا بلايك للفيديو وسبسكرايب في القناة بالنسبة للناس اللي لسه ما عملتش سبسكرايب، واشوفكم الفيديو الجاي على خير، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.